حلقة جديدة مع مجدي خليل النهاردة هنتكلم على من انتصر في حرب حماس الأخيرة في غزة وأنا بقول حرب حماس الأخيرة لأن حماس هي التي بدأت هذه الحرب وسأتكلم سأحاول أن أتكلم بموضوعية في تعريق تختلف يعني هنختلف نختلف في موضوع النص... الانتصار ده مفهوم ملتبس في الشرق الاوسط لكن هنتكلم عن الاهداف هل تحققت الاهداف لكل طرف وقد ايه هذه الاهداف وده هو الاساس لان مساله الانتصار هي مساله مشوهه في مفاهيم الكثيرين في الشرق الاوسط. في 10 مايو 2021 اطلقت حركه حماس عدد من الصواريخ على اسرائيل مفتتحه الحرب التي استمرت 11 يوما. واوقفتها اسرائيل من جانب اسرائيل، اوقفت القتال بضغوط امريكيه جعلت اسرائيل تقبل الوساطه المصريه، يعني الضغوط الامريكيه هي التي جعلت اسرائيل تقبل الوساطه المصريه رغم انها رفضتها عده ايام متتاليه. وتم وقف اطلاق النار بدون شروط، يعني ايه بدون شروط؟ بدون شروط حماس اللي كانت طلبتها اللي هي مساله الشيخ جراح ومساله القدس ومطالبها بان تتحمل اسرائيل تكلفه اعاده البناء، وفي نفس الوقت اوقفت اسرائيل الحرب بدون ان تحقق اهدافها الكامله. طيب ده اللي حصل. طيب ايه اللي حصل؟ اطلقت حماس 4360 صاروخ على اسرائيل. ده بخلاف بعض الطائرات المسيره وبعض راجمات المدفعيه وكلام زي كده راجمات فخلينا في الصواريخ لان هي الاهم 4360 صاروخ سقط منهم 78% سقطوا على اسرائيل على اسرائيل سقط 78% من هذه الصواريخ لكن نظام القبه الحديديه اسقط من ال 78% 90% من ال 78% دول اسقطتهم القبه الحديديه والباقي سقط على اماكن متفرقه في اسرائيل من ضمن صواريخ حماس سقط 680 صاروخا سقطوا على غزه نفسها يمثلوا 16% من الصواريخ سقطت على غزه نفسها والباقي الباقي حوالي 7% سقطت على اماكن متفرقه في البحر او في اماكن السلطه الفلسطينيه دي عدد الصواريخ. من ناحيه القتلى حسب احصائيه حماس نفسها سقط 287 قتيل في غزه. لكن اسرائيل جريده معاريف الاسرائيليه بتقول ان ضمن ال 287 دول 80% منهم كانوا من المقاتلين مقاتلي حماس او مقاتلي الجهاد الاسلامي ومن ثم ليسوا مدنيين و20% فقط مدنيين في حين ان روايه حماس تقول ان من ضمن المدنيين 69 طفلا و40 40 سيده و17 مسنا ضمن هذه الدقه. هذه الروايتين المختلفتين روايه رواية الإسرائيليين ورواية الفلسطينيين خلينا في الرواية الإسرائيلية بالنسبة لضحاياهم وهي الأدق اللي سقط في إسرائيل من الضحايا 13 قتيلا منهم 3 أجانب ومنهم 2 من عرب إسرائيل و فقط افراد من يهود اسرائيل بينهم جندي واحد. لو اعتبرنا ال 13 ال 13 ضحيه اسرائيليه سقطوا بالصواريخ بصواريخ حماس، معنى كده إن كل 335 صاروخ أسقطوا ضحية واحدة إسرائيلي، وده طبعاً يعتبر يعبر عن بدائية الصواريخ ومدى تدني كفاءتها ونتائجها. ده يقودنا إلى حاجة تاني إلى ما يسمى مفهوم النصر، مفهوم النصر. بعد وقف إطلاق النار مباشرة خرجت الجماهير جماهير حماس إما يعني خرجت تلقائياً أو خرجت يعني مضارة من 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 طرف حماس والجهاد الإسلامي إنهم خرجوا يهللوا الإنتصار وقالوا إن إحنا إنتصرنا على إسرائيل مباشرة بعد وقف إطلاق النار وأرسل أرسل مرشد الإيران اللي هو علي خامنئي تهنئة لحماس بيقول فيها إيه؟ نهنئكم بالإنتصار العظيم على إسرائيل وخرج إسماعيل هنية على الفور في قطر وأعلن الانتصار الرباني النصر الرباني زي ما حسن نصر الله في سنة 2006 أعلن النصر الإلهي يعني أنا بستغرب أي إله هذا وأي نصر إذا كان الإله اللي بيتكلموا عنه اللي حقق لهم نصر إلهي سنة 2006 ونصر رباني على هذه الخراب اللي حصل في لبنان والخراب اللي الذي حصل في غزة ده هذا يشكك في قدرة هذا الإله هل هذا انتصار؟ هل هذا اله قادر على يعني هم بيسيئوا للاله اذا اعتبروا هذا نصر رباني وده نصر الهي هذا اساءه لله رغم ان حسن نصر الله في لحظه صدق بعد ذلك قال لو علمت مدى الدمار الذي كان سيحدث لما بدات الحرب ده لحظه صدق نادره عملها وقتها حسن نصر الله طيب صار إعلان هنية النصر الرباني الجدل حول فكرة النصر من أيام عبد الناصر وهما بيحولوا تقريبا الهزائم إلى انتصارات عبد الناصر في 56 أعلن أنه انتصر رغم أنه خربت الدول الهائلة المعتدية مدن القناة الثلاثة وخرجت هذه الدول بضغوط أمريكية وليس بما فعله عبد الناصر وليس بمقاومة الشعب المصري وبالتالي أعلن انتصروا في سنة 67 في الأيام الأولى كانوا بيعلنوا أنهم انتصروا وأنهم أسقطوا طيارات زي الزباب فكل برضو الى الى صدام حسين اللي اعلن انه انتصر في ام المعارك في العراق على الامريكان الى الى حسن نصر الله في 2006 الى اسماعيل هنيه في 2021 الى بشار الاسد الذي اعيد انتخابه اخيرا مره اخرى معلنا انتصاره على الظلاميين وهو ايضا على جثث نصف مليون سوري واعاد سوريا 100 سنه للوراء هذا هو فكر مفهوم الانتصار في مفهومهم ايه مفهوم الانتصار في هذه مفهوم هذه المفاهيم مفهوم المستبدين الاسلاميين في الدول الاسلاميه ان هو اذا اذا بقى القائد حيا فهم منتصرين اذا بقى التنظيم حيا ولم يتم القضاء عليه فهم منتصرين بل ان كل عنصر في التنظيم يبقى حيا يعتبر نفسه منتصرا خلاص طالما ما ماتش يعتبر نفسه منتصرا هذا هو مفهوم ده وقد استغلوا النقاش الحر في مجتمع ديمقراطي حول تقييم نتائج الحرب واعتبروه اعترافا اسرائيليا بالهزيمه طبعا اي مجتمعات ديمقراطيه لازم تقيم المعارك تقييم موضوعي علشان ما تقعش في الاخطاء، هم اعتبروا هذا التقييم اللي بيتم في اسرائيل حاليا وده بيتم في كل معركه بيعتبروا هذا التقييم انه اعترافا وطبعا في معارضه بتقيم سلبيا وفي مؤيدين وفي في ناس موضوعيين فالتقييم هناك في المجتمع الديمقراطي له معايير مختلفه، هم اعتبروه اعتراف اسرائيلي بالهزيمه. اما حماس فلا يعنيها التقييم خالص ما يعنيهاش تقييم الموقف. حماس يعنيها شيء واحد على طول، انخرطت على الفور في جني المكاسب السياسيه والماليه احنا في هذا الموضوع سنتحدث باختصار عن ب ب ب يعني بشكل اشمل شويه على الاهداف اللي اتحققت والاهداف اللي ما اتحققتش ومين الفائزون ومن الخاسرون وكمان هنتكلم على الملاحظات العامه نبدا بملاحظات عامه حول هذه الحرب ملاحظات عامه حول الحرب هتبين لنا تقريبا ايه اللي حصل في هذه الحرب تقريبا علشان نبين خطوط عامه على هذه الحرب قبل ان ندخل في الاهداف المتحققه عند كل طرف. اولا حماس لا يعنيها اطلاقا مساله المدنيين هي بتطلق عشوائي على المدنيين وبالتالي حماس لا يعنيها مساله المدنيين على الاطلاق بل انها تريد ايقاع اكبر قدر من المدنيين الاسرائيليين بل واليهود واطلقت صواريخ على مطار بن جورين. يعني لو أسك... لو ضربت طياره مدنيه والطائره المدنيه اتحرقت ومات فيها كل المدنيين اللي فيها كانت هللت حماس على خطى ما يسمى النضال الفلسطيني الذي خطف العديد من الطائرات قبل ذلك هم ما يفرقش معاهم مساله مدني و على الجانب الاخر ايضا حماس ما يفرقش معاها المدنيين الفلسطينيين هي تضرب كما كل الحركات الاسلاميه كما كل هذه التنظيمات الميليشياويه بتضرب من قلب مستشفيات ومراكز اعلاميه ومدارس وتجمعات سكانيه وحضانات اطفال هي تريد ان تختبئ ك... تستخدم المدنيين كدروع بشريه وفي نفس الوقت تتاجر بسقوط المدنيين كضحايا يعني 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 حماس بتعمل مد... تسقط مدنيين في الطرفين هنا وهناك هنا وهناك ما يفرقش معاها مدنيين اما دوله اسرائيل فهي دوله عضو في الامم المتحده عليها قيود سياسيه وعليها قيود اخلاقيه وعليها ضغوط دوليه ان تستخدم من القوه ما هو من القدر المتناسب للرد على الدفاع عن نفس بدون اسقاط مدنيين كثر وبالتالي اسرائيل بتلعب بكل الطرق عشان تقلل مساله المدنيين هي ممكن لو اسقطت قنبلة على مبنى ممكن تموت ألف مدني في لحظة واحدة لكنها تحاول تج... هذه الحقيقة هذه الحقيقة إسرائيل تحاول أن تتجنب إسقاط مدنيين لسبب يتعلق ب سمعتها الدولية والضغوط الدولية عليها من كل اتجاه وكثير من الدول والمنظمات تراقبها فتعمل بكل قدرتها على تجنب إسقاط المدنيين في حين أن حماس بتعمل بكل قدرتها على قتل اكبر قدر من المدنيين اكبر قدر من المدنيين الاسرائيليين واليهود وتعريض اكبر قدر من المدنيين في غزه للموت. هذه هذه حقيقه لا لا, لا لا نقاش فيها. الحاجه الثانيه في نقطه في مفاهيم الحروب الاسلاميه شيء نقطه عبثيه خطيره اللي هو الاستهانه بالارواح. تتضاءل قيمه الروح الانسانيه في في الحروب الإسلامية شهداءنا في الجنة وقتلاهم في النار ده بيخلي أن الحروب مشروعية للحروب الدينية والانتحارية العبثية الخطيرة في المفهوم الإسلامي ملاحظة تاني حماس ومن ورائها ما يسمى بالعالم الاسلامي يخوضون حربا صفريه مع اسرائيل، يا تقضوا علينا يا نقضوا عليكم، يا تقضوا علينا منذ 1948 وحتى 2021 هم يريدون القضاء على اسرائيل نهائيا، هم فشلوا في القضاء على اسرائيل ولكنهم كانوا يريدون القضاء على اسرائيل في كل حروبهم، في كل حروبهم. وبالتالي هو بيعتبروا ان ازاله اسرائيل من الوجود هو الهدف الاسمى لاي حروب. علشان كده المتطرفين في الدول الإسلامية ينقلبوا على أي داعية سلام ينقلبوا لأنهم مش عاوزين سلام في الواقع التيار الرئيسي المتطرف في الدول الإسلامية لا يريد سلامة إنه يريد إزالة إسرائيل من الوجود وفقا لوعود دينية وفقا لرؤية دينية وعلى ونفس الكلام بيعملوه ان هم هذا المتطرفين دول بيهيجوا كمان على اي مسلم معتدل يحاول اصلاح الاسلام بنفس الطريقه بنفس الطريقه اي داعيه سلام اي مسلم معتدل يريد اصلاح الاسلام كلاهما عدوا للمتطرفين. نيجي لملاحظه اخرى. وسط هذا الصخب وسط هذا الصخب الديني وصخب الحروب الدينيه ورفع تون الحروب الدينية والمصطلحات الدينية الحق والباطل الحق والباطل والكلام هذا الكلام الديني فإن العقل الجمعي في فلسطين في فلسطين أيضا أصبح عقلا متطرفا 79% في استطلاعات الرأي من سكان غزة يؤيدون طعن المدنيين الإسرائيليين عن المدنيين 62% من الفلسطينيين في غزه ورام الله يؤيدون التفجيرات الانتحاريه 25% كانوا بيؤيدوا القاعده هذه هذا يعني تطرف المجتمع الفلسطيني سواء مدفوعا بالاحداث اللي بتحصل او مدفوعا من المنظمات المتطرفه يجاري المتطرف او لانه وقع تحت ابتزاز المنظمات المتطرفه تقدم لحظه تاني تبين لكم الفرق ان كردستان تريد استقلال ايضا وتسعى الاستقرار بل اعلنت استقلال في وقت ما كردستان وغزه حصلوا على تقريبا حكم ذاتي في نفس الوقت شوفوا كردستان فين وشوفوا غزه فين هتعرفوا حجم الخراب والدمار التي سببه حكم حماس وسيطرة المنظمات الإسلامية على قطاع غزة شوفوا الفرق بين كردستان وما بين غزة تعرفون الفرق ما بين الحكم الإسلامي والحكم العادي الحكم الدولة اللي بتحاول المقاطعة أو الحكم الذاتي اللي بيسعى لتحسين أوضاع الناس وبين الحكم الذاتي اللي خلى الناس رهائن لحرب عبثية لن تنتهي نقطة تاني في هذه الملاحظات ما يسمى تنجسوا الحرم المكي شيء شي فظيع جدا ان المتطرفين عندهم فكر شاذ عنصري ان اي حد يدخل مسجد هو ينجسه اي حد غير مسلم يدخل مسجد غير ينجسه هذا الحرم المسجد الاقصى والحرم اللي بيقولوا عليه مبني على قدس اقداس اليهود على مبنى مش بس المعبد اليهودي القديم على قدس اقداس اليهود ولكن اذا دخل يهودي الى المسجد الاقصى هذا الهيكل القديم اعتبروه بينجس المجد... المسجد الاقصى ودخول اي غير مسلم لاي مسجد بيعتبروه بينجس المساجد عشان كده بيحرموا اليهود والمسيحيين وغير المسلمين انه يدخلوا مكه والمدينه والحاجات دي في الحين ان المسلمين يدخلوا اي مكان اي كنيسه في اي مكان كنيسه القيامه كنيسه المهد كنيسه الفاتيكان اي شيء اي شيء هم ده يعتبروه حق المطلق ليهم اما اما ان اي حد غير مسلم يدخل تفكير عنصري تفكير عنصري اي حد يدخل مسجد فهو في نظرهم بينجس هذا المسجد احنا شفنا حصار كنيسه المهد في 2 ابريل 2002 ل 10 مايو 39 يوم نشطاء فلسطينيين دخلوا كنيسه المهد قعدوا 39 يوم يمارسوا حياتهم الطبيعيه بما فيها حاجات لن يعني الواحد يعني يستحي ان يقول عملوها داخل الكنيسه ومحدش قال انهم نجسوا كنيسه المهد اللي هي احد الكنائس الرئيسيه في تاريخ الفكر المسيحي ومع هذا هم يعتبرون اي شخص اي شخص يدخل مسجد من مساجدهم هذا الفكر العنصري يعتبر انه نجس هذا المسجد نقطة تاني ملاحظة تاني قبل ما ندخل في الأهداف لكل طرف اللي هي ما تسمى الحروب غير المتماثلة الحروب غير المتماثلة هي بين جيش وميليشيا هذه صعب جداً ان اعلان الانتصار فيها لان الا اذا دخل فروم دور تو الا اذا دخل الجيش من بيت لبيت وفي الحاله دي بتكون الخسائر في المدنيين كبيره جدا جدا لانه جيش يطارد ميليشيا لا تحترم اي قواعد للقانون الدولي للحروب او القانون الدولي الانساني الميليشيات ومنها حماس ومنها حزب الله لا تعترف ولا تحترم اطلاقا اي شيء يتعلق بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وقواعد الحروب لا تحترم وبالتالي فكره الانتصار في الحروب غير المتماثله هي فكره هي مساله صعبه وتحتاج الى من المتخصصين الى تحديد مفهوم النصر الا اذا كان القضاء على التنظيم وده صعب جدا في كتله بشريه ضخمه جدا زي غزه، ممكن يحصل ولكن هتكون تكلفته البشريه تكلفه كبيره جدا كمان اللي قعدوا يبشرونا بان القبه الحديديه انتهت القبه الحديديه انتهت القبه الحديديه انتهت ايه اسقطت 90% من الصواريخ ودائما في في حصل حصل فلاد يعني سيل من الصواريخ وقعت 4360 صاروخ كما قلت وبالتالي ده فلاد القبه الحديديه اسقطت 90% من الصواريخ اللي وصلت لاسرائيل والباقي سقط في اماكن متفرقه في الدول اللي عندها نظام عسكري وبتطور نفسها بتشوف ايه العيوب وعلشان كده اعلنوا مباشره ان هيطوروا القبه الحديديه وامريكا اعلنت انها تساعدهم عشان يسقط يعلن يسقط اعلى نسبه اعلى من 90% 95 100% المهم المهم التطوير لكن هذا نظام ناجح حما 90% من الصواريخ سقطت اسقطت وبالتالي نظام ناجح وفي طور طور التطوير مش فشلت القبه الحديديه زي ما العربيه بتقول الخطيره اللي بتقولها الكاذبه الفلاد من الأك... فلاد من الصواريخ وفلاد من الاكاذيب يعني سيل من الاكاذيب سمعناه في الفتره اللي فاتت. تيجي لاخر نقطه في الملاحظات اخر نقطه في هذه الملاحظات هي حروب حماس اللي هي حصلت 2009 و2012 و2014 و2021. ليه من 2014 ل 2021 ليه ما حصلتش؟ ليه كانت في الاول متسارعه 9 12 14 ودلوقتي 2021 يعني بعد سبع سنين؟ لسبب لان كان في نجم اسلامي ظهر، نجم اسلامي متطرف ظهر ايضا خد الشو من حماس هو داعش. ظهرت سنه 2014 الاضواء الاسلاميه والاضواء الدوليه تسلطت على داعش وليس حماس وبسقوط داعش رجعت حماس لمسارها القديم في اشعال الحروب. دي اخر ملاحظه في الملاحظات الرئيسيه على الحرب قبل ان ننتقل الى نقطه اخرى وهي ما هي اهداف حماس وهل تحققت؟ هنا بقى نتكلم بقى مش عشان مين انتصر ومين انتصر وانا هلخص في الاخر مين انتصر برضو حتى لا مش هحرمكم من هذه النقطة ولكن الاهم عندي دلوقتي اهداف والاهداف دي اللي يهمني في الاهداف دي هل الاهداف دي كانت لصالح التنظيم حماس ولا لصالح الفلسطينيين ده حاجة مهمة جدا لان الاهداف اذا كانت لحماس يبقى حماس فازت لنفسها اما اذا كانت للفلسطينيين فدي مساله اخرى نفس الكلام الاهداف الاسرائيليه هل لنتنياهو ولا الاهداف دي لاسرائيل هنشوف اهداف كل واحد وتحقق منها قد ايه ومن خلالها نعرف المسائل كلها ما هي اهداف حماس وهل تحققت اول هدف من حماس انها القضاء على السلطه الفلسطينيه وان هي تسيطر وتتحكم في القرار الفلسطيني هل نجحت في ذلك ننتظر الايام لا هي بالتاكيد اضعفت اكثر السلطه الفلسطينيه ولكن هناك القوى الدوليه هناك اسرائيل وهناك الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي والدول العربيه المعتدله تدع والاردن تدعم السلطه الفلسطينيه وبالتالي مش عاوزينهم تسقط السلطه الفلسطينيه لصالح حماس لان ده هيكون خراب كبير للمنطقه فده اول هدف لحماس ثاني هدف لحماس هو شيطنه الحلول السلميه ده طبعا ده على طول يحيى الصنوار طلع وقال اللي كان بيقول احنا 2018 ممكن نعمل هدنه ومش عارف ايه لا قال ان احنا رجعنا للقضاء ازاله اسرائيل من الوجود بعد ال... على طول وقف النار يعني شيطنه اي حل سلم طيب الهدف الثالث لحماس ضمن العشر اهداف اللي انا حطيتها مسانده ما يسمى محور المقاومه وخاصه ايران طبعا ده وده وده ده ده يعني يعتبر هدف لحماس هو ملوش علاقه بالفلسطينيين لكن هدفه وحقق بعض النجاح انعاش الاسلام هدف ثاني انعاش الاسلام السياسي بعد تراجع الاخوان المسلمين في المنطقه وهم ادوا الدفعه للاسلام السياسي علشان كده في اول خروج ليحيى الصنوار في غزه اول خروج ليحيى الصنوار خرج وخرج معاه الحمسويين وهم بيقولوا احنا حماس احنا الاخوان المسلمين احنا حماس احنا الاخوان المسلمين نحن حماس نحن الاخوان المسلمين فهم بيدوا شويه اكسجين في غرفه الانعاش للاخوان المسلمين ولتنظيم الاسلام السياسي من هدف الخامس لحماس ده من العشر اهداف اللي انا حطيتها ضرب محور التطبيع مع اسرائيل وخاصه السعوديه والامارات وهنشوف هل ضربوه ولا ما ضربوش لكن هم هدف رئيسي منهم هدف رقم ستة لحماس في الأهداف التي كانت ترغب فيها من هذه الحرب تنفيذ طلبات بل وأوامر داعميها ومموليها يعني طلبوا منها طلبوا منها زي إيران زي تركيا بيطلبوا منها رسميا بل يؤمروها أنها تتحرك عشان تبين نفسها في تالي حماس عملت على تنفيذ أوامر مموليها هدف سابع لحماس الهروب للامام من معاناه اهل غزه غزه في جحيم فعشان تهرب للامام لازم تفجر معركه علشان يبقى لا صوت يعلو على صوت المعركه وتعمل صخب محدش يتكلم احنا في حرب احنا في حرب تحرير وبالتالي مع ازدياد المعاناه يكتم الصوت المعارض لحماس في غزه هدف رئيسي لحماس ايضا جمع الاموال هم يعني شاطرين جدا جدا في جمع الاموال وطبعا على طول تحققت لهم هذه الجمعة قطر اعلنت عن نص مليار دولار ومصر بالنيابه عن الامارات تقريبا اعلنت عن نصف مليار دولار فيعني جمع الاموال ده شيء اساسي عند حماس والولايات المتحده الامريكيه اعلنت عن اموال ولكن هي... مساله الاموال دي هنتكلم عنها لان فيها مش مش انتصار لحماس قوي لان هنشوف الضوابط الجديده للاموال هنشوف الضوابط الجديده يعني اسرائيل ب... ب... الجيش اعلن ان احنا بنخطط تماما ونفكر تماما ان اموال قطر ما تروحش لحماس على الاطلاق، تروح من خلالنا من خلالنا للشعب الفلسطيني مباشره عن طريق تنظيم مع السلطه الفلسطينيه، يعني حتى اموال قطر اسرائيل بتخطط انها ما تروحش لحماس، كانت بتروح لحماس قبل كده، وطبعا اموال اموال امريكا هتروح للسلطه الفلسطينيه، اموال اسرائيل هتروح يعني بالعكس ان فكره الاموال هم القاده ممكن يحصلوا على اموال جانبيه من من مموليهم وداعميهم يزودوا حساباتهم وأرصدتهم في الخارج لكن الاموال مش هتروح لحماس انها تسيطر عليها حماس كما كان بالعكس أحد النتائج ان هيقيدوا الاموال لحماس مش الاموال هتبقى في إيه حماس لان عرفوا ان بيستغلوا يستخدموها يا اما في الفساد يا اما في الارهاب هدف اساسي لحماس ايضا الغلوشه على الضحايا باسلمه الصراع والنصر الرباني بيغلوشوا على الضحايا الناس الام اللي ماتت ابنها مش عاوزه مش عاوزينها يخلوها تبكي يقولوا هتبكي ازاي وابنك شهيد فتروح يقتلوا فيها الفطره الانسانيه الطبيعيه تروح تزغرت تزغرت وابنها ميت لان هم بيقضوها اجباريا عبر الابتزاز الديني انها تقتل المشاعر الدينيه المشاعر الانسانيه عندها لصالح مشاعر دينيه متوهمه وتبقى بتبقى في حاله شيزوفرينيا بتتقطع على ابنها من جواها واما وشها فبيزغرت عشان ابنها بقى شهيد تلبيه لمطالب حماس اللي مش هتديها اكل ولا هتديها اي حاجه إلا لم تنفذ هذا هذا الشكل من النفاق ومن الازدواجيه ومن الشيزوفرينيا. اخر هدف وده الهدف الوحيد اللي احنا شفنا تسع اهداف اهي تسع اهداف كلها لصالح حماس وصالح مداعميها ومموليها، هدف واحد هو انعاش القضيه الفلسطينيه، وانا اعتقد ان نعم هذا الهدف تحقق جزئيا ان انتعشت القضيه الفلسطينيه نسبيا بعد هذه الحرب، ومن ثم هدف واحد تحقق لصالح الفلسطينيين بس على خراب كبير، وتسعه اهداف تحققت لصالح حماس نفسها. نيجي للاهداف الاسرائيليه، ايه اللي تحق... ايه هي الاهداف الاسرائيليه؟ واتحققت الاهداف دي ولا ما اتحققتش؟ اول هدف اسرائيلي هو تحقيق الردع الاستراتيجي، اسمه اسمه بيسموه قص العجب هم مش عاوزين يشيلوا العشب كله، مش عاوزين يسقطوا حماس، بيقولوا ان لو حصلنا اسقطنا حماس، اولا التكلفه البشريه هتكون رهيبه جدا جدا، ثانيا هيحصل فراغ في غزه خطير جدا ممكن تتحول غزه الى فوضى كامله. وبالتالي هم مش عاوزين يسقطوا حماس لحد الان لم تتخذ اسرائيل خيار اسقاط حماس ليه لان التقييم الاستراتيجي لحماس داخل اسرائيل حماس خطر على اسرائيل ولكن لا تمثل تهديدا وجوديا يعني إسرائيل حماس لا تمثل تهديد وجود الإسرائيل ولكنها خطر على إسرائيل وبالتالي إحنا كل ما يزيد هذا الخطر نعمل مسألة اللي بيسموها قص العجب زي اللي بيقطع الحشيش في بيته اللي يقطع الحشيش كل ما يطول الحشيش يقص الحشيش ده الهدف الاولاني وعملوا كده في الحرب الاخيره تحقق هذا الهدف. اعاده حماس عده سنوات للوراء، كل كام سنه يضربوها يعيدوها عده سنوات للوراء، وده برضه هدف تحقق لاسرائيل من هذه الحرب. هدف ثالث مهم لاسرائيل تقييم مدى تطور قدرات حماس العسكريه، اسرائيل في الدخول في هذه الحروب بتشوف قدرات حماس العسكريه كميا ونوعيا تطورت لحد فين؟ وما واي تكنولوجيا جديده، وهذا الهدف ايضا تقييم قدرات حماس تحقق لاسرائيل من هذه الحرب. قتل اكبر عدد من مقاتلي حماس والجهاد ودول اسرائيل بتقول نتنياهو نفسه اعلن ان احنا قتلنا 130 من مقاتلي وقيادات حماس والجهاد وصحيفه معاريف اعلنت ان 80% من اللي اتقتلوا في غزه كانوا من المقاتلين وليس المدنيين، هذا تحقق جزئيا لان قيادات حماس العسكريه زي محمد ضيف وزي يحيى السنوار ما اتقتلوش وبعض ال... القيادات الاخرى وبالتالي تحقق جزئيا تحقق جزء ولم يتحقق كاملا لم يتحقق بشكل مرضي لا للقياده العسكريه الاسرائيليه ولا للشعب الاسرائيلي ال... ال... الهدف الخامس لاسرائيل تقييم الموقف تجاه عرب 48 تفجر قبل ما يتفاقم الموضوع عرب 48 يشكلون 20% من سكان دوله اسرائيل وتفجر الموقف ادى فرصه لاسرائيل تقيم الناس دي وتتخذ خطوات قبل ان يتفاقم الوضع بعد ذلك بعد 20 30 سنه ممكن ان يتفاقم الموضوع والان يدرسون في اسرائيل هذه الاشكاليه اشكاليه قنبله ما تسمى عرب 48 وهذه الحرب فتحت الانظار على تفكير استراتيجي اسرائيلي تجاه هذه المساله آه، كمان هدف من اسرائيل من الحرب انها لا تستجيب لاي طلب من طلبات حماس اللي طلبتها اللي هو الشيخ جراح او آه، مساله القدس او مساله تعويضات كل ده آه، وقف اوقفت النار بلا شروط لحماس. هدف تاني من اهداف اسرائيل مزيد من حصار غزه ووضع اليات اخرى لمراقبه الاموال القادمه. يعني الحرب دي من نتائجها ان اسرائيل بالعكس بدل حصار غزه مش هينفرد كما كانوا يتصورون سيزيد حصار غزه. الحاجه الثانيه سيزيد مراقبه الاموال، كل الاموال اللي كانت بتصب لحماس مباشره ستصب في طرف ثالث سيديرها في غزه نيابه عن المت الممولين ومنهم و... و... قطر الممول الكبير، وبالتالي مش هترجع تاني فكره ان حماس هي اللي تدير الاموال، وده احد النتائج هذه الحرب لصالح اسرائيل. أه، تقييم الموقف واخيرا من الاهداف الاستراتيجيه الاسرائيليه تقييم الموقف من حماس، هل نخليها ولا نسقطها مستقبلا؟ مع خسائر متوقعة من المدنيين ومن الجنود الإسرائيليين هذا تقييم استراتيجي يحدث حاليا تجاه حماس كلها هل نستمر في مسألة قص العشب ولا ناخذ قرار باسقاطها مع تداعيات ذلك على المدنيين وعلى الجنود الاسرائيليين وعلى صورة اسرائيل في الرأي العام الدولي هذا هناك نقاش جدي في اسرائيل حول هذه النقطة هذه اهداف حماس وأهداف اسرائيل ومن تحقق منهم أهداف اسرائيل طبعا واضح لصالح الدولة الإسرائيلية أهداف اسرائيل بالكامل لصالح الدولة الاسرائيلية أهداف حماس العشرة منهم تسعة لصالح حماس على حساب الناس في غزه وهدف واحد بس لصالح القضيه الفلسطينيه، هذا هو التقييم الموضوعي للاهداف بعيدا عن فكره النصر او الهزيمه. نيجي لنقطه مهمه الفائزون والخاسرون في من صراع غزه، بسرعه شديده جدا هنعرض عده دول ونشوف مين الفائز ومين الخاسر في الحرب الاخيره في غزه. مصر انا بعتبرها من الفائزين الكبار في هذه الحرب مصر، ليه؟ عادت مصر كوسيط قوي مستفيد من إدامة الصراع مصر حتى مش وسيط أنا بعتبرها سمسار من أيام مبارك 30 سنة بعتبرها سمسار سلام ليه سمسار سلام؟ ليه سمسار سلام؟ إيه الفرق فرق بين الوسيط والسمسار؟ الوسيط هو لا يستفيد من وسطه في إنهاء الحروب ويسعى فعليا لإنهاء الحروب أما السمسار فيسعى لإدامة الصراع لأنه مستفيد منه ماديا وسياسيا ومصر مستفيدة ماديا وسياسيا من الصراع على مدى فترة حكم مبارك أكبر دولة في العالم استفادت ماليا وسياسيا من موضوع إدامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي مصر وعشان كده مبارك ضغط ضغط شديد على عرفات عشان ما يقبلش كان 2 لأن حس إن بتنسحب منه الأوراق ومن ثم عادت مصر بشكل قوي كسمسار سلام كسمسار سلام مستفيد من ادامه الصراع الحاجه الثانيه آه في نقطه تانية شرعيه دوليه جديده للسيسي السيسي منذ ان جاء كان عنده مشكله في الشرعيه الدوليه وخاصه في الدول الغربيه كان بيعمل ايه كان بيشتري اسلحه عشان يعترفوا بشرعيه نظامه الان هناك دخل عنصر جديد لشرعيه السيسي في المجتمع في الدول الغربيه وهو انه آآ وسيط آآ بين آآ غزه بين حماس وبين اسرائيل، هذا هزأد... ه... هيسمعوه 30 سنه وانا بستمع الى مبارك في الخارج، لم يكن لديه موضوع على الاطلاق الا الا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، يدخل اي دوله والموضوع الثاني بعد بعد سبتمبر 2001 وموضوع الارهاب الدولي. لم يكن لم يكن احد يستقبل مبارك اصلا الا عشان الموضوعين دول. السيسي محدش, محدش عاوز يستقبله فى الفترة ملف حقوق الإنسان ملف ملف متدني بشكل رهيب في مصر والناس في الغرب تحديدا الديمقراطيات الغربية نفرة من استقبال السيسي كان بيروح يشتري سلاح عشان يستقبلوه والآن هناك سبب آخر يجعلهم يستقبلوه لدرجة أنه بايدن لو كانش عاوز يكلمه خالص كلمه مرتين عشان موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومن ثم عاد أيضا ممكن حصل على شرعية جديدة هي شرعية شرعيته كوسيط سلام بدل من مشتري للأسلحة الغربية الحاجة التانية حصلت في مصر تثوير الشارع اسلاميا حصل في عهد زي كما كان حصل في عهد مبارك يعملوا تثوير للشارع المصري اسلاميا علشان ينعشوا الموضوع ويقنعوا طرف حماس انهم معاهم وده حاجة خطيرة جدا على المجتمع المصري نفسه لان كانت نتائجه كارثية كارثية على المجتمع المصري نفسه بعد ذلك تثوير المجتمع اسلاميا في عهد مبارك ادى الى نتائج كارثيه على الدوله المصريه كلها لما يطلع احمد عمر هاشم ونشوفنا احنا طبعا انتعش فهم هويدي والتاني اللي اسمه محمد حسان واحمد عمر هاشم وجوقه الاعلام ويطلع احمد عمر هاشم يتكلم عن الصهاينه الاسرائيليين انهم شواذ الارض يعني كلام عنصري رهيب ده كله من اجل تثوير الشارع لصالح اقناع حماس انهم عادوا يدعموها دي بالنسبة لمصر، مصر فائز، نيجي لحماس فازت على الشعب الفلسطيني، أنا قلت إن تسع أهداف لصالحها وهدف واحد لصالح القضية وليس لصالح شعب غزة، ومن ثم فازت حماس على الشعب الفلسطيني والشعب في غزة وليس على إسرائيل. يعني فازت على دمار غزة، فازت على جثث أهل غزة، فازت على مدنيين غزة، فحماس فائز بالنسبة للأهداف التنظيم والأهداف التكتيكية قصيرة المدى حماس فائز في هذا الموضوع فيما يتعلق بالتنظيم وليس بأهل غزة إيران طبعا إيران فازت من الفائزين الكبار أيضا لأنها أحكمت قبضتها على المنظمات الإرهابية التي تعمل في فلسطين وهي حماس والجهاد أمريكا خاسر كبير لأن رجع التاني أجبروها للعودة لمستنقع الشرق الأوسط بل ودفع تكاليفه ودفع تكاليفه اعلنت على طول فورا انها تدفع 360 مليون دولار للسلطه الفلسطينيه وتمويل لاسرائيل باسلحه وغير ذلك فبالتالي عادت امريكا الى المستنقع رغم انها كانت تريد ان تهرب من هذا المستنقع ابو مازن والسلطه الفلسطينيه خاسر طبعا في مواجهه حماس ابو مازن دلوقتي شعبيته في استطلاع راي اخير 14% عند الفلسطينيين يؤيدون ابو مازن ابو مازن شخصيته بتتحول الى شخصيه باهته والسلطه الفلسطينيه بتضعف لصالح حماس وكمان السلطه الفلسطينيه فاسده بالتاكيد يعني وبالتالي عوامل كثيره ادت الى تراجع السلطه الفلسطينيه وهو من الخاسرين الكبار ابو مازن الاردن الاردن فاز في حاجات و... 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 وفشل في ح... وخسر في حاجات اول حاجه فاز بعوده القضيه لمربع الاهتمام الامريكي بعد فتره ترامب اللي هو وصف وتراجع صفقه الكرن، يعني ده ده حاجه جعلت الاردن برضو تحط في تحت الاضواء شويه للمساله القضيه الفلسطينيه ده يعتبر فوز الاردن وخساره لانه قطع علاقته بحماس وبيراهن فقط على السلطه الفلسطينيه من سنه 99 وبالتالي دي تعتبر نقطه خساره للاردن في اسرائيل كما قلت حققت اهداف ولم تمهلها الضغوط الدوليه لتحقيق كامل الاهداف ده تقييم موضوعي للي حصل بالنسبه اخر دوله دولتين هما الامارات والسعوديه. من احد اهداف احد اهداف الحرب اساسا هو احراج الامارات والسعوديه وتيار التطبيع الجديد مع اسرائيل وتهييج الشارع داخل هذه الدول ضدهم. <applause> اللي حصل انهم فشلوا في تهييج الشارع داخل الامارات وداخل السعوديه، الخليجيون فهموا عقليه الفلسطينيين وعقليه التنظيمات الفلسطينيه ولهذا ادانوها ولم ينقلبوا على قادتهم بالعكس ادانوا ما فعلت به حماس وعرفوا ان حماس تفعل ذلك لصالح عدوهم اللدود وهو ايران ومن ثم فشلت حماس فشلت حماس في اثاره الشارع الاماراتي او الشارع السعودي ضد قادتهم وان كانت يمكن ان تكون فكره تبطيء التطبيع ده ممكن يكون نتيجة لن نستطيع أن نقيمها الآن بعد فترة هنشوف حصل تبطيء للتطبيع أم سيستمر زخم التطبيع هذه نقطة ما نقدرش نقيمها دلوقتي لكن تهيج الشارع الإماراتي وتهيج الشارع السعودي ضد القادة فشل أنا عاوز أقول الخلاصة خلاصة هذه الحلقة إن حماس انتصرت على الشعب الفلسطيني مثلما انتصر حزب الله على الشعب اللبناني في سنة 2006 أنا خرجت في قناة العربية وقلت إن حزب الله لن يطلق طلقة أخرى على إسرائيل، سيستفرد بلبنان ويخربها، والآن بعد 15 سنة من من حرب 2006 لبنان خراب تماماً، فحزب الله خرب لبنان بالكامل، فبالتالي الإنتصار الحمساوي على غزة يشبه الإنتصار حزب الله على اسرائيل 2006 هو انتصار الخراب، انتصروا على شعوبهم، واحد انتصر على لبنان والاخر انتصر على شعب غزه، ان حماس حققت بعض الاهداف لنفسها على حساب خراب كبير حل بغزه ومزيد من الحصار والعزله لغزه، هذه حقيقه. ان ما حدث سيجعل اسرائيل متحفزه جدا ضد اي تحرك من جانب حماس لمعاوده الهجوم، اسرائيل دلوقتي متحفزه جدا لان الهجوم على حماس كان هجوما منقوصا لم يحقق كامل الاهداف، فاسرائيل متحفزه جدا لعوده دوره الحرب وتنتظر اي صاروخ يطلع من حماس. ولذلك انا في تصوري ان حماس هتكون حذره جدا هتفكر ألف مره قبل ان تطلق صاروخ اخر على اسرائيل. اما اما اسرائيل إسرائيل بقى بالنسبة لإسرائيل، ده قلته بالنسبة لها. أما إسرائيل فتستمر في تحقيق أهداف جزئية تتعلق بسياسة الردع وتقليص الأخطار الحقيقية، ده الأهداف الحقيقية لإسرائيل حاليًا، اللي هي سياسة الردع وتقليص الأخطار الحقيقية على دولة إسرائيل، أما القضاء على حماس فقصة أخرى مكلفة جدًا بشريًا وسياسيا على المستوى الدولي وهناك نقاش واسع في إسرائيل حاليا حول هذه النقطة ولكن لم يتخذ قرار إسرائيلي بعد بالقضاء نهائيا على حماس وتستمر جولات الحرب لأن المسلمين بيعتبرونها صراع وجود لا صراع حدود وفقا للفكر الإسلامي وبالنسبة للإسرائيليين يعتبرون الصمود وخيار شمشون لأن هذه هي العودة الأخيرة للشتات من من اليهود لليهود من الشتات عودة الأخيرة ولا خيار سوى الصمود أو الفناء لو قرينا شيمون بيرس في كتابه اللي طلعه من ربع قرن اللي هو الشرق الأوسط الجديد قال إيه شيمون بيرس نحن شعب ذو حزم وما من قوة على وجه الأرض تستطيع أن ترغمنا على مغادرة هذه الأرض بعد خمسين جيلا من العيش في الشتات خمسين جيلا من الاضطهاد والعذاب والإبادة لن نتزحزح عن المكان الوحيد في العالم الذي نستطيع فيه أن نجدد استقلالنا ونكفل سلامنا حاسبينها باليوم من سنة 70 ميلادية وهو الشتات اليهودي الكبير وبعد الثورة اليهودية الكبرى 132 136 ميلادية والشتات الضخم لليهود والهدم الأخير للهيكل 50 جيل بالتمام عشان كده لما جت صفقة القرن اتكلمت أيضاً عن أن هناك 50 جيلاً من الإسرائيليين من اليهود في الشتات هم حاسبينها وبيقولوا ان دي العوده الاخيره وأما ليس امامنا الا الصمود او الفناء خيار شمشون علينا وعلى اعدائنا المتطرفين المسلمين بيقولوا لازم نفني اليهود اليهود بيقولوا صامدين يا اما ننتصر او نفنى ولا خيار امامنا اخرى وبالتالي هذا صراع جولاته لن تنتهي على الاطلاق لانه صراع ديني اساسا صراع ديني اساسا ومن ثم من الصراع العقائدي لا ينتهي لانه جزء من عقيده الاخرين، هذا كل ما اود ان اقوله في مساله من انتصر في حرب غزه الاخيره، اتمنى ان اكون عملت فرش اوسع لنبين مسائل اخرى كثيره عن الحرب، واتمنى ان اكون قد تناولت هذا الموضوع بموضوعيه. اشكركم والقاكم في حلقه اخرى مع مجدي خليل. انتظرونا. شكرا جزيلا.